الرب هو أكبر وعظيم في قواته ودرجاته. سماواته يبين كبوريته، فرق بين السماء والأرض عمله. يوم بعد يوم وكل ليلة قاعد يبين مجده. الله خلق السماوات والأرض كلها، ومن تراب الأرض خلق نادم ونفخ في منخرة نفس الحياة. الله المحبة خلق راجل ومرة في صورته ليكونوا معه، قاعدين يمجدوا ويكرموا الله وعايشين عافية وسلامة معه. لحد يوم الشيطان قشى مرة لتاكل الشجرة الممنوعة. هي أنطت لي راجلة وهو كله أكل. ده إنسان بيجي أدو لي الله وشالة دريبة. عشان الذنب ده ناس فرقوا مع الله وطرداهم برا من جنان أدين. لكن الله عنده حب للإنسان اللي هو خلقه وما يريد يفرق معه. كيف الله يقدر يكون قدوس وحقيق وما يحاسب خطأ عن الإنسان؟ في الكتاب المقدس الله بيّن الطريق اللي هو يخلص بيا الإنسان. وإبراهيم هو واحد من الناس الأول عرفوا الطريق ده. إبراهيم كان نادم صادق. والله قال يبارك وذريته كله تبقى كثيرة مثل رملة نخشم البحر ومثل النجوم. ليه نعرفه قدر إبراهيم كريم الله؟ الله قال لي أدبوا ولادك ضحية. إبراهيم جهز نفسه ليتم كلام الله. وقت هو رفع سكينة ليضب ولادة، ملك الله قال انت خايف الله وتدور تتم كلامه. ابراهيم شاف كبش وقرونة شبكات في شجرة، هو قام كربا وضبها في بدل ولد. هني الله وصف إبراهيم قدر كبش ولا بهايم مثل ده واجب يقتلوهم بدل خطأ عن الإنسان، لحد الله يرسل ضحية الكاملة لخطأ عن كل العالم. عشان ناس مفرقين مع الله الضحية دي تعدل العلاقة بين الله والناس. كتاب المقدس قال نادم اليجدة هو يبقى ضحية لخطأ عن كل العالم.
مثل الكبش مات بدل ولاد إبراهيم، كذلك هو يموت بدل ناس كله لغفران ذنوبهم. نادم ده يكون المسيح، هو اللي يجي ليكون المسامة الكاملة بين الله ومع كل الدنيا. الأنبياء نبوا بكل شيء سبب المسيح مئات السنين قبال والوده. نبي إشايا نبى قدر والوده ده يكون والوده الأجيب. بنية الما شافت راجل تلدى الصغير ده وينادو ابن الله. نبي ميكا قال الولد ده والود هنايا يكون في بيت لحم. ونبي زكريا قال المسيح يدخل في مدينة القدس راكب في حمار. قال بتان يهوذا واحد من تلاميذه يبقى خائف. إشايا نبى كل شيء المسيح يتم. روح الرب قايد فوقي، هو مساني لنبشر مساكين خبر الزين، نشفي ناس مكسورين، ننادي لنجاح ناس ألف السجن، نرد بصر لأميانين، نرسل لمظلومين حرية، وننادي بسناء المقبول عن الرب. المسيح هو ياتو نبي واحد اسمه عيسى. ناس قالوا ده كيف نعرفه؟ حياته يوصف كل شيء الكلام بيا. عيسى هو أكبر من نبي ولا؟ تاريخ عيسى مؤسس في شهادة عن الناس العاشوا معه ومكتوب في كتاب المقدس. عملين مثل تاريخ عيسى المسيح ده شيء قاسي، لكن شريط ده سووه عشان نفهمه ونلقوا فايدة في حياته. يا اخواني نقدموا لكم التفسير والتعليم اللي لقيناه من كتاب حنلقى اللي بيكلم في حياة سيدنا عيسى المسيح عشان تعرفوا الحقيقة. في وقت الملك أغسطس قاعد يحكم في روما وهيرودوس الكبير قاعد يحكم في دار اليهودية، الله رسل الملك جبريل في حلة دار الجليل اسمها ناصرة، بكان بنية وسمها مريم. ما تخافي يا مريم، انت لقيتي نعمة من الله، تبقى قلباني وتلد ولاد وتسميه عيسى. دك كيف؟ أنا ماشي براجل. الروح القدس ينزل فوقي، والولادة التلدة ينادوه ابن الله الآلي، وملك ما يكمل. ومريم مشت بكان أخوتها إليزابات، وإليزابات الأجر كلها بقت خلبانة والشيدة من الله. إليزابات، مريم يا أختي، أنت مبروكة من كل الأوين، ومبروك للولد التلدي. وقت ما سمي سلامكي الصخرة في بطني هرق بالفرحة. نشكر الرب من كل قلبي، وأنا فرحان بالله النجاني، ومن اليوم بنادوني المبروكة. آسمو انتوا الساكنين في نازرة، قرار واحد هنا ملك أغسطس مرق ليساب هنا كل الناس في دار الجليل وفي دار اليهودية. واجب لأي نادم يمشي يسجل اسمه في هلة الولد فوقه.
ومريم مشت مع يوسف اللي دور ياخدها في بيت لحم في دار اليهودية. وما لقوا بكان اللي دلوا فوقها في بيت لحم إلا بيت البهايم بس. في الحلة دي رؤيان واحدين قاعدين يحرسوا قنمهم بالليل، وملك هنا الرب مرق ليهم ونور كبير هنا الله ضوى فوقهم. اليوم مولود ليكو هو اللي ينجيكو وهو سيدكو المسيح. والرؤيان مشي يشوفوا الصخير الرقود في الجيش، وهم بس الأول خبروا الناس بوالدة الولاد الجلي ينجي الناس، وأما بنية ما شافت راجل. بعد أسبوع طهروه وسموه عيسى، وبعدين يوسف مع مريم ودوه في مدينة القدس ليقدموا للرب. وفي بيت الله فيه رجل زين وصالح اسمه سمعان، والله قال لي هما يموت قبال ما يشيف المسيح. يا رب قل لي عبدك هسه يموت بسلام مثل في كلامك. اليوم انا شف هو اللي ينجي الناس، والولاد ده الله الزلة. الله يبارككم. وبعد تم كل شيء مثل مكتوب في توراة موسى، قاموا من مدينة القدس ومشوا للناصرة. وقت عيسى عنده 12 سنة، يوسف ومريم ودوه في مدينة القدس عشان يأيدوا إيد الفساء. وبعد الإيد ماشيين بيتهم وما عرفوا قدر عيسى لسه قاعد في مدينة القدس. بعد عرفوه قبلوا في مدينة القدس ليفتشوا، وفي اليوم الثالث لقوه في بيت الله مع المعلمين والشيوخ. ده ولد ياتو الباس ألسوان مشل ده. هو من الناصر. ما نعرفه قدر قاعدين. من فضلكم سامحوه. والناس سمعوا كلام عيسى أجبوا. يا ولادي ما لسويت خدمة مثل دي، أنا وأبوك همينا بالحين وقت ما لقيناك. ما لفتشوني، ما تعرفوا أجي النساء ما لابوي الكلفاني. وهو مشى مع أبهاتا في ناصرة، وقاعد يكبر وإلم كل قاعد بيزيد في نعمة الله ومحبة الناس. في 15 سنة من حكم هنا تيبريوس، بيلاطس البنتي يحكم في دار اليهودية، وهيرودوس مسؤول هنا دار الجليل. حنان وكيافة كبارات شيوخ الدين. وقال حج كلام ليحيى في السهرة، وهو راخ في منطقة بار الأردن ليبشر بالتوبة ويقدس الناس في شان غفران ذنوبهم. توبوا من ذنوبكم وأقدسوا في العلم والله يغفر لكم. الكلام المكتوب في كتاب النبي إشايا يقول راجل يئيد في السهرة ويقول كي أدلو الدرب للرب، أدلو لي درب أديل، وكل النجار يدفنوا وكل الهجار ينأدلوا. الدرب الآوج استادلوه
الحواني الدلو واي نادم يشيف كيف الله ينجي الناس. نسوي شنو؟ كلنا نسوي شنو؟ يا للدبايب تدور نسوي كيف؟ قول لنا الضرب بين كنادم عند خلقان اثنين واجب ينت الواحد للما عنده والاند اكل يقسمه. يا سيدنا انينا سيادة الميري نسوي كيف؟ ما واجب لوك تظلموا الناس. ولينا انينا نسوي شنو؟ ما تشولوا قرص بيقوم النادم وما تطحموا نادم بالعمد واهمد بقرص شهركم. قل لنا انت المسيح؟ انا نغطسك في العلم ولكن نادم القادر مني انا جاي وانا ذاتك ما واجب لي نهل هبالنا على هو يغطسك بالروح القدس وبالنار وعند طبق يخربل الخلة ويصب الخلة في الدبنجة. الروح القدس نزل في عيسى مثل الحمامة وحس أنسمى من السماء وقال أنت ابن الحبيب وأنا فرحان بك. وسيدنا عيسى عمره من 36 سنة وقت بدا خدمته خلاص هو قبل من بحر الأردن مليان بروح القدس وروح القدس ساقاه في الصحراء وإبليس قاعد يجربه مدة 40 يوم وفي كل الوقت ده هو ما أكل شيء. وإبليس قال لي كان أنت ابن الله قل للهجر ده يبقى للخبزة. مكتوب الإنسان ما يعجب الخبزة بس لكن بكلام الله. بعد ده إبليس ودى فراس الحجر وشوفاه مملكات الدنيا. ننتي كل الحكم هنا المملكة دول عشان كلك أنتوني وننتي لأي نادم أن يدور وكان تسجل لي كلك يبقى هناك. مكتوب أسجد رب إلهك وأعبده هو الواحد بس. بعد ده الإبليس ودى بتان في مدينة القدس وخطاه فوق فراس بيت الله. كان أنت ابن الله نود أقعته عشان مكتوب في الكتاب الله يعمر للملائكة يحفظوك وبتان يشيلوك في إيدينهم فوق عشان رجلينك ما يطبقوا في الهجر. مكتوب ما تجرب الرب إلهك.
خلاص وقبل في ناصرة بكان الكبير فوق. سلام. آفي. ودخل في بيت الصلاة يوم الصبت مثل في آتا. الشيوخ طلبوا منا ليقري كتاب عن النبي إشايا. روح الرب قاعد فوقي عشان هو عزلني لنبشر للمساكين، رسلني لننطي الحرية للمسجونين ونفك عيون العميانين، وننطي الحرية للمظلومين ونخبر الناس وقت الرب ينجي فوق ناسا. كلام عديل. اليوم الكلام ده تم خلاص مثل انتو سميتو. الكلام ده بيجي صحيح؟ إلا المسيح بس يقدر يتم الكلام ده. نعرفك كيف؟ أكيد المثل ده تقول لي يا دكتور داوي نفسك وتقول لي أشيء سويت فيه كفرنه سوي فيه هلته كله. نقول لك الحق، ما في نبي استقبله في هلته. بالكلام ده سيدنا عيسى قال هو بس المسيح الله عزلاء ورسله لينجي ناسا واليهود ما خصده. ومن راس الحجر بدور يرمو، لكن سيدنا عيسى شق بوسطهم وفات. خلاص فات في قفرناهم إلى الدار الجليل. وفي الوقت ده الاستعمار الروماني والعسكر قاعدين في كل مكان، والناس قاعدين يرجو المسيح لينجيهم من الظلم. السلام عليك. وعليكم السلام. ممكن نركب يا سمعان؟ تفضل. يدور يمشي ولا؟ علمنا يا سيدنا، علمنا. في ناسين مشوا في بيت الله ليصلوا، الواحد معلم دين والآخر سيد الميري. معلم دين واقف طرف بيصلي وبقول يا رب نشكرك أنا ما مثل ناس الآخرين الجبارين حوانين وزنايين، نشكرك عشان أنا ما مثل الهول قاعد هناك. نصوم يومين في الأسبوع تلك العاشر من المال نلقاه، وسيد الميري قاعد بعيد وما يدور يرفع راسه في السماء، لكن هو قاعد يندم ويقول يا رب أنا نادم مذنب أرحمني. نقول لكم سيد الميري الله خبل صلاته، لكن ما خبل صلاة المعلم. نادم اللي استكبر الله يخجله، وأي نادم اللي يخجل الله يكبره. ودي المركبة في وسط البحر وأسقل شرك كلته قرب حوت. يا سيدنا خدمنا طول الليل وما لقينا شيء.
لكن من قلت لي الناس قول الشرك يا خوف يوهانا. يعقوب يوحنا تعالوا اجل اولونا ما نقدروا شرقنا مليان هود. الحمد لله الحمد لله. يا سيدنا كيس مني عشان انا نادم مزني. ما تخاف من بعد اليوم تحويت الناس. تعالوا اصموا كلامي وتنجوا نفسكم، وجهوا للرب واسألوا عشان هو قاعد قريب. النادم الفاسد خليه يخلي أمل الشين، والنادم الماء أديل خليه يخلي أفكاره ويقبل للرب، والرب يرحمه عشان هو غفور ورحيم، وتروحوا بالفرحة والسلام. هو جاي هو جاي خلاص شوفوا فينا إيسا نشهدك عشان تشفي بنيتي. ارحم علي اللي ساسة خيره وتقدر تموت. نشهدك تعال معي يا يروس. للأسف سيدنا بنيتك اتوفت ما تقيب المعلم. ما تخاف آمن بس وهي تقوم. ما تبكوا هي ما ماتت لكن نايمة بس. قمي بنيتي. انتوا تاكلوا انا داير منكم ما تقولوا شيء لنادم. بعد سيدنا عيسى مرق وشاف سيد المير اسمه متى من ذريه لوي قاعد في مكتبه. تعال وراي.
يا واحد سيدنا عيسى مشى في راس الحجر ليصلي وصلى طول الليل. وبفجر أزل 12 من تلاميذه وسماهم رسل. وهم من سمعان السمى بطرس وأندراوس أخوه وياخوب ويوحنا وفيليبوس وبرتلموس ومتى وتوما ويعقوب ولاد حلفة وسمعان البناد المشدد وياهوذا أخو ياخوب وياهوذا إسكريوتي اليبقى خاين مبروك لكم المساكين، ملكة الله حناكم. مبروك لكم الجيعانين بعدين تشبعوا، مبروك لكم الحزنانين بعدين تفرحوا، مبروك لكم وقت يكرهوك ويعيروك ويتلفوا اسمكم فيه عشان ابن الإنسان. أفرحوا فرحة شديدة في اليوم ده عشان تلقوا أجر كبير من الله. بمثل ده بس أبهاتهم كرهوا الأنبياء. ستاشر، سبعتاشر، تمنتاشر، تسعتاشر، عشرين. خلاص ده الاندي. كيف تقول ده بس الاندي؟ اللي زاب ليكو انت سياد المال. خلاص لقيتوا راحتكو. وما يدور يبقى سيد المال. هو مشوتن ولا؟ اللي زاب ليكو تضحكوا عشان بعدين تبكوا. اللي زاب ليكو انتو الناس بشكروكو عشان مثل ده بس ابهاتهم شكروا الانبياء المعدلين. لكن نقول لكو انتو حبوا ادوكو، سووا الخير للي يكرهوكو، باركوا لين علوكو، اسألوا بالخير للي تعبوكو. كان نادم ضربك في شدقة قل واحد شقلب ليه الآخر كله. وكان نادم شال جلابيتك خليه يشيل سروالك كله. أنت للناس الشي اللي سألوك. كان نادم شال خمامك ما تسأل ليه يقبل عليك. سووا للآخرين كل شيء تدوروا يسووا لكم. كان انتوا تهبوا الناس اللي بيهبوكوا باس. كيف تلقوا البركة؟ المذنبين بيهبوا الناس اللي بيهبوهم. كان تسووا الخير للناس اللي بيسووا لكم الخير. كيف تلقوا البركة؟ المذنبين كله بيسووا مثل كيف يا المدى؟ وكيف يا حج معاه؟ ده شيء حرام. يا
لا هبوا أدوكوا سووا لهم الخير ودينوهم وما تسألوهم ومثل كي تلقوا أجر كبير وانتوا تبقوا إيال الله الآلي عشان هو رحيم للناس اللي ما عندهم خير أبقوا رحيمين مثل الله أبوك الرحيم. يا سيدنا نجينا كتقتلوا الناس الله يعقبكم كتهجروا الناس الله ذاته يحاكمكم ساموه الناس والله يسامحكم. يا سيدنا وصلنا الدرب. أنتو وأنتو كله تلقوا الله ينطيكم بالميزان اللي أنتو كله تنطول الناس ما في أميان يقود أميان ما يقود كلهم في النقرة ولا وما لا تشيف القشة القائد في أين أخوك وتنسى الأودة في أينك يا سيدنا علمنا أنينا هوجاني لك مبروك لأمك الولدتك وربتك لا مبروك للناس اللي اسمه كلام الله ويتابعوه ندور نعرف راجل ده في فكرك هو المسيح والمعلم الدين عزم سيدنا عيسى في بيته وسيدنا عيسى مشى امشوا يا عيال كسوا بعيد سموت سي امشوا العيال تيل ما بقول ساكت هيدي جات تسوي شنو ما نعرفه كان سيء هنا بيعرف ياتيل مراجعت المساء ويعرف كذا همارة ما عديله سمعان أنا أعرف ياتي يقول لك كلام واحد زمان راجل واحد أنطى ديل لناسين للواحد أنطى قرص كتير وللآخر قرص شوية لكن هم ما قدروا كفوه هو قمة سامح لهم منهم ديات البريدة بالهين في فكرة ده عندنا كتير بس بريدة كلامك صحيح شف المرة دي أنا جيت في بيتك أنت ما أنطيتني ألم من قص الرجلين لكن هي قصلت رجليني بدموعها وقشتهم بشعرها انت ما سلمتني بهب لكن هي من جد قاعدة تهب في رجليني انت ما مسل لي راسي بدهن لكن هي مسات رجليني بريحي انا نقول لك هي حبت كثير عشان ذنوبها الله سامح لها لكن نادم ملبس سامه شوية هو بهب شوية ذنوبك انقفروا ايمانك نجاك امشي بالسلامة سيدنا عيسى بدأ يبشر للناس بملكوت الله ومعايا 12 تلاميذ وأوين اطرد منهم الشواطين مريم المجدلية يونا مرت خزي مسؤول هنيريدوس وسوزانا
وهيريدوس الروماني حاكم في دار الجليل كرب يحيى في السجن عشان يحيى قال لي ما واجب تاخد مرت اخوك. ايوه وقت بيسيلنا في النين شفنا الناس شايلين ولد ميت وهو واحد في أمه وهي راجلها ميت وقت سيدنا عيسى شافاه خلاص فتى القفن وقال قم يا ولد والميت قمه وسيدنا عيسى أن طال أمه. أسأله قولوا لي أنت بس المسيح اليحيى قال يجي ولا نرجو نادم آخر؟ سيدنا سيدنا يا رسلانا لنسألك انت بس نادم البجي ولا نرجو نادم اخر؟ قولوا لي الشيء شفتوه وسمعتوه. الأميان شاف والمكسر راح. مبروك للناس اللي ما بيشككوا فوقي. لدورني شفا. أركب في كتفي. قاعد تشيف أديل. قاعد نشيف سيدنا عيسى. يوم واحد حراتي ماشي تيرك. وكد ماشي ترابة دفق منا في الدرب والناس فجخوه والطيور جوه وأكلوه وآخر دفق في الحجر وكد قمة يبس عشان البكان ده ما عنده ألمي وبتان دفق في وسط الشوك وقمة سوى مع الشوك والشوك خنقة وترابة ترابة في بكان السمن ولد وجاب إيال كتير في قندول 100 حبة. يا سيدنا ما لا تهجي بمثل وقت الناس قاعدين معاك. الله داهر انتو تعرفوا اسرارها انا مالكوتها. لكن للاخرين اوراهم بالامثال عشان يشوفوا وما يعرفوا يسمعوا وما يفهموا. ده هو معنات المثل ده. التراب هو كلام الله والدفق في الدرب دول الناس اللي بسمعوا كلام الله لكن إبليس بيشيل من قلبهم عشان ما يخلوهم يعاملوا وينجوا والدفق في الحجر دول الناس اللي بسمعوا كلام الله ويقبلوا بفرحة لكن ما يقربوا قوي عشان إيمانهم ضعيف وفي وقت القاسي كمان يقبلوا ورا والدفق في الشوك دول الناس اللي بسمعوا كلام الله لكن المشاكل والشهوات عن الدنيا ما يخلوهم يفكروا عشان دا إيمانهم ما بيزيد والتربة في التراب العديل دول الناس اللي بسمعوا كلام الله ويقربوا في قلبهم ويتابعوا ويصبروا وحياتهم تتغير ما في نادم يوجد لمبة يخطيها ولا يخطها جار السرير لكن يخطها في مكان عالي عشان الناس اللي بدخلوا كله يشوفوا كل شيء الملبد يبين والناس يعرفوا والأشير الملبد كله ينكشف والناس يشوفوا خدوا بالك وقت تسمعوا نادم الاند إيمان يزود ليا ونادم الاند إيمان الشيء اند كله يشيلوا منا سيدنا أمك وأخوانك قاعدين برا يدوروا يشوفوك أمي وأخواني الناس اللي يسمعوا كلام الله ويتابعوه يا
يوم واحد سيدنا عيسى قال لتلاميذه تعالوا نطوا البحر بمركبة. وقت قاعدين يقطعوا البحر سيدنا عيسى نام. أفزانا خلاص سيدنا عيسى قام كشر للريح والشلال. علينا نجينا وين إيمانكم؟ وبعد ذا قطعوا البحر وجوا في دار الجذريين المقابل دار الجليل. عيسى ابن الله الآلي تدور مني شنو؟ نطلب منك ما تعذبني. اسمك يا تو ديش، نطلب منك ما تدسنا في الإزاب، خليني ندسه في الخنازير دول ده. هاي قبلوا أبوفو أبوفو. والشواطين مرقوا منا ودخلوا في الخنازير. أقوفوا أمشي من هلتنا يا سهاري، أمشي أمشي بعيد مننا، أمشي فوت مننا بعيد. انت بيك في أي مكان تمشي، خليني نمشي معاك. امشي البيت وحج بالشير الله سوى لك. سيدنا عيسى وتلاميذه مشوا وحياتهم في بيت سيدة. لكن الناس عرفوا مكانهم وتبعوهم. وقت الحراية دور تقع بطرس قال يا سيدنا
أنت إذن للناس خليهم يمشي في الحلال وفي البيوت الجنبنا عشان يلقوا أكل وبكان يرد فوق. انت بس صنطوهم الاكل. عندنا 5 خبزة وهود 2 بس. بارك الله يا رب العالمين القادر في كل شيء. انت بتنطينا الاكل. شيء مثل ده ما شاء الله. الناس بيقولوا انا ياتو. واحدين بيقولوا انت يحيى، وواحدين بيقولوا النبي الياس، واخرين بيقولوا النبي من الانبياء القدام وقام من الموت. وانتو كي في فكركم انا ياتو؟ انت مسيح الله. داير ما تقولوا لنادم، واجب ابن الانسان يتعب الحين والناس يابوه وبالتان يقتلوا، ولكن في يوم الثالث كمان يقوم. يا تو يدور يمشي معي. يا سيدنا انا نتابك، لكن انتيني اذن نسلم ناس بيتي قبل. اي نادم اللي يحرد ويلفظ ورايا ده نادم ما ينفع لملكة الله. كان نادم يدور يجي معي ما يحمل نفسه ويتوكل للموت ويتابني. كنت دور تنجي نفسك ذهب تودرها، وكنت دور تودر نفسك في شاني تنجيها. شو ينفع لنادم يكسب مال الدنيا ويودر نفسه؟ النادم اللي يخجل مني ومن كلامي، ابن الإنسان كل يخجل منا وقت يجب ملكه وملك الله والملائكة المقدسين. أنا نقول لكم واحدين منكم ما يموتوا قبال ما يشوفوا ملكة الله. ومشوا معايا بطرس ويوحنا ويعقوب وطلعوا في راس الحجر.
وسيدنا عيسى قام يصلي ووجهه خير وخلق بيج أبيض كرمثل النور. وطوال رجال اتنين بانوا في لب النور وهم النبي موسى والنبي إلياس. انت ماشي تتم كلام الله موتك في المدينة القدس. ووقت نبي موسى ونبي إلياس ماشين بطرس قال لعيسى: يا سيدنا ما قد نهيني أدين خليني سوي لك أديب ثلاثة وهذه هناك. وقت هو قاعد يحج كي صحاب جا خطاهم والتلاميذ خافوا بالهين وسمعوا هسم اللب الصحاب قال لهم: ده هو ابن الأنا عزلت أسمو كلامه. سيدنا سيدنا نشهدك تجي تشفي ولادي. تعال أويني دبس ولادي الوحيد شهد تلاميذك ليه تردو الشيطان لكن ما قدروا. انتو الناس الحوانين المامومنين كيف نقدر نحملكو ونقعد معاكو؟ جيب لي ولادك. سبحان الله ده شيء عجيب. علمنا نسلو مش اليايا ألم تلاميذه. في صلاتكم قولوا: يا ربنا في السماوات واسمك يتقدس، خلي ملكك تتجي ومرادك يبقى في الأرض مثل في السماء، أنطينا كل يوم أكل يكفينا واغفر ذنوبنا مثل أنينا كل نغفر للناس الخطوا لنا، نجينا من التجربة ومن شر الإبليس. اسألوا والله ينطيكوا، اطلبوا وتلقوا، دقوا الباب ويفتحوا ليكوا، عشان نادم البسأل ينطوا، وبيفتش يلقى، وبدق في الباب يفتحوا ليا. انتوا ابهات الايال يا طيانت الولادة تابي كان سألو هود، والله ينتي أقرب كان سألو بالجدال. أنتو ناس الفاسلين تعرفوا تنتو شي سمع لإيالكو، وأبوكو في السماء يريد ينتو روح القدس للناس اللي طلبوه.
أنا نقول لكم ما تهموا لحياتكم بالشيء تاكلوا ولا ليه جلدكم بالشيء تلبسوا. الحياة مهمة من الأكل والجلد مهم من اللباس. شوف الغراب وما عنده دبنجة، الله بس يأكله. وانتو ما مهمين من الغراب؟ يعطوا منكم بهمة يقدر يزيد أيامه بيوم واحد. كم ما قدرتوا للشيء الصغير ما لا تهموا للآخر. شوف النوار كيف يقوم، ما يخدم ولا يتعب. وسليمان ذات في ملك ما لبس لباس سمى مثل النوار ده. الله لبس القش لمباكر يقطعوه ويسقلوه في النار، وما يلبسكو زيادة من القش ولا؟ انتو الإيمانكو ضعيف. سيدنا زيد إيماننا. وكان إيمانكو صغير قدر الكريب كله، تقدروا تقولوا للشدرة دي أمرقي وعمشي في البحر وهي طوال تسمع كلامكو. الخطأ مع الناس لكن العذاب للنادم اللي بيسببها. أخير للنادم ده يربطوا لي حجر في رقبته ويسقلوا في البحر من اللي واحد من الإيال الدقاق في الخطأ. ملكة الله يشابي شنو يشابي؟ تيراب صغير حنا شدر النادم شالاه وتيربا وقم بقي شدرة والطيور سووا بيوتهم فوقا. أنا ما فهمت شيء من كلامه. ما لا تأكل وتشرب مسياد المير والمسنبين. الناس الطيبين ما بيدوروا دكتور إلا المرضانين. أنا ما جيت للصالحين عشان يتوبوا لكن للمذنبين. حجي لنا متان بملكة الله، ما في كلام آخر؟ ما تخافوا يا أخواني عشان أبوكو يدخلكو في الملكوتة. بوقوا خمامكو وصدقوا للمساكين عشان تسووا لنفسكو جزلانا ما يقدم، وخدوا مالكو في السماء عشان ما ينقص والسراريق ما يلقوا والأرض ما تأكله. أي نادم يخد قلبه بكان ماله. يا مرة خلاص لقيت العافية. هاي شوفوها شوفوها لقيت العافية، سبحان الله لا إله لا شيء عجيب. الله في الأسبوع 6 يوم على الخدمة، تجوا يداوكوا في الأيام دول وما تجوا في يوم السبت. هيا منافقين، ما ليوم السبت تفرتقوا بقركوا وحميركوا لتودوهم تسقوهم ألم. والمرة دي من إيال إبراهيم الشيطان ربطاها مدة 18 سنة. ما واجب نهلها في يوم السبت؟
يا سيدنا الصالح، نسوي كيف ليشان ندخل الجنة؟ ما لا تنادين الصالح، ما في نادم صالح إلا الله. أنت تعرف شريد موسى ما تسوي الزنا وما تقتل وما تسرق وما تشهد بالكذب، وكرم أمك وأبوك. ده كلك سويته من أنا صغير، لكن شيء واحد قصر لك، دي خمامك قسم القرص للمساكين وتلقى قدامك في الجنة وتالتها بني. لكن أنا التجار سياد المال. قاسي لسياد المال يدخل في ملكة الله، دخولنا سيد المال في ملكة الله قاسي من دخول الجمل في قد الإبرة. كان كده يا تقدر انجا. الشيء ما ممكن للناس ممكن لله. وملكة الله يكون وين؟ ملكة الله ما يجب يدرب الناس يقدروا يشوفوا ولا يقولوا شوفوا ده هو هنا ولا هناك، عشان ملكة الله قاعد معاكم. يجي وقت تدوروا تشوفوا جيد ابن الإنسان لكن ما تشوفوا، عشان جيت مثل البراقة في السماء تضوي من بكان لبكان، وده يوم الابن الإنسان يجي. لكن قبال ده واجب يتعب والناس يابو. حي للسماء والأرض ينقش من نطة وهيدة هنا توراة موسى وكتب الأنبياء تنقش. نقول لكم في أنبياء وملوك دوروا يشوفوا ويسمعوا الشيء أنتوا قاعدين تشوفوه وتسمعوه وما قدروا. نسوي شنو؟ شنو مكتوب في الكتاب؟ كيف تفهمه؟ تيه بألا ربك من كل قلبك ونفسك وقدرتك وبكل فكرك، وهيب أخيك مش تهيب نفسك. قلت الحق، سوي كيف وتلقى الحياة. ويا تو أخوي ما الأسكر دول والملك كله نادم واحد ماشي من قدس لمدينة إريها والحرامين حجموا قالوا منا خلقانا ودقوا خلوه راقد مثل ميت، وراجل دين واحد ماشي بالدرب ده وقت شافه بارا وفات. وبتر رجل دين واحد خدام في بيت الله جاء في البكان ده شافه بارا وفات. لكن واحد سماري من قسيمهم مسافر وكي جا جنبه حننه جلي وصب فوق أواويرة دواء ودهن وركبه في همارة وود في بكان المسافرين يرقدوا فوقه، وقاله وأنباكرت أنطلي سيد البيت قروس لكالي، وقال لي كان خسير زيادة كمان وقت قبلني كفك. يا تو من الثلاثة دول بقي أخو للراجل ده؟ السوى لي الخير. أنتوا كل سوى مثل ده. خلوا الليلة الدقاق يجوا لي ما تتحرم، عشان ملكة الله للناس المثلهم. نقول لكم الحق، نادم ما يقبل ملكة الله مثل الصغير ما يدخل فوقها أبدا. النادم القبل الصغير في شاني يقبلني، والقبلاني قبل هو الرسلاني، والصغير منكم هو بس الأعلي منكم. شنو في؟ في شنو؟ سيدنا عيسى هنا ناصر جاي ماشي. هاي سيدنا، هاي
يا عيسى ابن داود من فضلك ارحمني. تدور مني انا شنو؟ ندورني شيف. شيف ايمانك بس شفاك. انا شايف قايدني شيف. الحمد لله. وحس سيدنا عيسى ماشي لمدينة القدس، ناس كثيرين جايين يلاقوه ويسألوه يوصف ليهم درب النجاة وليعلمهم بزيادة في ملكوت الله. الراجل ده صحيح نبي يا سيدنا نجيني. يا سيدنا نجينا. بارك الله. وصف لنا درب الحق. في إريها راجل واحد اسمه زكا، هو كل من كبارات الناس اللي يشيلوا ميري. في دور يشيف سيدنا عيسى خلاص ما شريكي فوق في شدرة. شوفوا سيد الميري ده. يا زكا ده اللي عجله عشان اليوم ندلي في بيتك. في بيتي؟ كيف داير دلي في بيتك؟ وزكا كيف يعرف عيسى؟ السمو ننتي للمساكين نوس انا مالي وكان شلت قرص بزلم من نارهم نقبل لي اربع مرات. هذا شيء عجيب سيد الميري يقبل ماله؟ الشيء ده ما ممكن. اليوم السلام دخل في بيت زكا عشان هو كل من ذرية النبي إبراهيم، وابن الإنسان جاي يفتش وينجي المذنبين. أصم أننا ماشيين في مدينة القدس وكل شيء الأنبياء كتبوه في الإبن الإنسان يكون هناك يسلموه للكفار يشمتوا ليه يعيروه ويبزقوا فوقه يجلدوه ويقتلوه وفي يوم التالي يبقص. وسيدنا عيسى يعرف قدر يقتلوه في شان ذنوب الناس، وناس كثيرين فرهوا وقت جاء وقالوا هم لكم. بيده كله مشى في مدينة القدس. يا معلم سكت تلاميذك. نقول لكم كان هم من سكتوا الحجار ذاتهم يقموا ويشكروا. الله يباركك.
سيدنا عيسى قرب للحلة وكي شاف الحلة دي هو بكى. كان أول عرفت درب السلام أخر لك، ولكن هسا ما عرفتي عشان بجي لك وفد واحد أدوانك يقوم ويحوقوك بالدردر ويحجموك يدمروك مرة واحد انت ويالك، وما يخلوا لك بيت واحد كله عشان انت ما عرفتي وقت الله جل يفزاكي. بيت الله في مدينة القدس بكان الإبادة والناس سووا مثل السوق. خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 21 22 23 23. مكتوب في الكتاب بقول لكم بيتي بيت الصلاة، لكن انتوا زيتوا بكال الهرامين. ليس الجنوب وقفوا. شوفوا الهارسين اجل. وكبارات الدين وكبارات الشعب قاعدين يعارضوا لسيدنا عيسى عشان الناس بيقولوا هم لكم. أنا سمعت ناس كثيرين بيقولوا هم لكم. حدا ملك. ملك الشحادين والحرامين. شفنا كم مثله جو ومشه والناس نسيهم خلاص. أنقروا. كل يوم ناس قاعدين يزيدوا. والشعب قاعدين يكرموا. ويقولوا هو ملك. أسمع الكلام ده، قال الرجل ده صوبر جال في هلتي، أنتوا بس مسؤولين. أكون عند حق واجب نوقف الرجل ده. وكت سيدنا عيسى قائد يحج بفعل الشين حان علماء الدين المستكبرين، ناس قاعدين بيزيدوا وناس المعارضين ليه كل قاعدين بيزيدوا. في بيت الله مرة مسكين راجل حميد زقلت ريالين. زيد القروز ده يقول لك الحق، المرة دي انت زيادة من كل الناس دول، عشان الناس دول كل انتو الفضل هنا مالهم، لكن المسكينة دي انت تشيل عندها التي ايش فوقها. قل لنا بإذن ياتو قد تسوي الشيء ده، من ياتو لقيت الإذن؟ خلونا نسألكم سؤال واحد، يا يقتص الناس في العلم ده من الله ولا من الناس؟ نقول شنو؟ كان قلنا من الله يقول لنا ماله ما آمنت بيهايا، وكان قلنا من الناس الناس دول يرجمونا عشان هم اترفوا بيهايا ونبي. ما نعرفه بإذن ياتو. أنا كل ما نقول لكم بإذن ياتو قاعد نسوي. في راجل واحد سوى جنينة وأملها للخدامين وبعدين خطر وطول، وقت الجنان نجدت خلاص رسلوا نادم للخدامين
عشان انتو حق الموالي. لكن الخدامين دقوا وهو قبل ايده يابس وبتار رسل نادم اخر وهم انفرشوا ايرو وطردوا وقبل ايده يابس وفي ثالث رسل نادم اخر بتان وهم انعوروا وطردوا وسيد الجنين قال نسوي كيف نرسلوا لدي المحبوب وبالأكيد يكرموه. وكد الخدامين شافوا جاي قالوا عن بناتهم ده حسد الورثة خلينا نقتله والورثة تفضل لنا هجي لنا بطان وقموا مرقوا من الجنين وقتلوه وحصل سيد الجنين يسوي لهم شنو للخدامين دول وما يجي يقتلهم وينطي الجنين للناس الآخرين ولا الكتاب بيقول شنو الحجر البنائين قمزوا قلوه حبس حجر المحمل للبني اي نادم اللي يقع في الحجر ده يترجرج وكان الحجر ده وقع في نادم واحد يرحك مرة واحد يا سعيدنا ما اعرف قدر قائد تعلم بالحق ما تفنت الناس ولا قادر ولا مسكين وانت توصف درب الله بالحق كلنا واجب أنينا نكفوا الميري للملك الروماني ولا ما نكفوا انقري وداري أحلقك وصف ليس لواحد صورة الفسلة دي هنا يا تو على الملك مثل ده أنتو للملك كل شيء هنا الملك وأنتو الله كل شيء هنا الله تقول لي شنو وقت ايد الكبير هنا اليهود اللي ينادوا ايد الفسحة قرب سيدنا عيسى رسل سمعان بطرس ويوحنا عشان يسووا الاكل الايد أنا دور ناكل معاك وأكل هنا إيد الفسحة قبال ما نتعب نقول لكم ما ناكل بتام معاك وأكل الفسحة لحد ما أنا تيتين في ملكوت الله بارك الله يا ربنا رب السماوات والأرض انت التنطين الشراع شولوا الشراب ده وقسموه بيناتكم نقول لكم ما نشرب بتان اصير الانب لحد ملكة الله يجي بارك الله يا ربنا رب السماوات والأرض انت تنطينا الأكل ده جسمينا نطفشنكو سووا مثل ده عشان تفكروني الكوب ده هو العلاقة الجديدة بدمي اللي دفق في شنكو لكن شوفوا نادم اللي يقولني هو قائد ياكل معنا اكيد ابن الانسان يموت مثل مكتوب في الكتاب لكن الإذاب للنادم اللي يقولني ما ممكن ما ممكن لا ما ممكن سيدنا ياتي يخونك
خلي العالي منكم يبقى مثل الصغير، والحاكم خليه يبقى مثل القدام. يا تل عالي، نادم القاعد باكل ولا القاعد بخدم ليا؟ ما هو القاعد باكل؟ أصم أنا قاعد في قصودكم مثل الخدام، أنتوا قعدتوا معي في كل تعبي مثل الرب أعطاني الملك، أنا كل منطق الملك، أنتوا الاثناشر وتاكلوا وتشربوا معي في ملكتي وتقودوا في الكراسي عشان تحكموا بني إسرائيل كده. ما في نادم خاين. سمعان سمعان، خد بالك الإبليس دور يجربكوا كلكوا ويخربلكوا مثل خربوا للجمع، ولكن سألك الله عشان إيمانك ما يبقى ضعيف يا سمعان، وبعد رجل لي واجب تثبت أخوانك. لا سيدنا، أنا جاهز نمشي معك في السجن ونموت معك. يا بيتروس نقول لك أكيد قبالة ديك ما يؤيك، بس أنت تنكرني ثلاثة مرات. شنو قصر لكم وقت رسلتكم بلا قرص وبلا زاد؟ لا شيء ما قصر. هسه ده اللي عنده مخلاه خليه يشيله، والما عنده سيف خليه بخلقه ويشري سيف. نقول لكم مكتوب في الكتاب الأنبياء هو حسبوه مع المجرمين، الشيء اللي كتبوه فوق ده قريب يكون. يا رب ده اتنين سكين. ده خلاص. ومجلس كبارة الدين لما عشان يفتش تاريخ ليقتل فوق سيدنا عيسى، وإبليس دخل في قلب يهوذا الإسكريوتي وكل من التلاميذ الاثناشر، ومشى للمجلس عشان يسلم لهم عيسى. وسيدنا عيسى قام من مدينة القدس ومشى في جبل الزيتون ليصلي. صلوا عشان ما تندسوا في التجريب. وأنطوا ليهوذا الإسكريوتي 30 ريال فضة ليسلم لهم سيدنا عيسى. وسيدنا عيسى عرف وقت اليموت فوقا في شان ذنوب الناس قرب، وقام يصلي وقال: يا أبوي كان أنت تدور أرفع من التعب، لكن خلي يبقى مثل أنت تدور. وملك من السماء جلية ليشجعه. وقائد يتعب شديد واخرى ينجد مثل الدم. مالكو نايمين؟ قموا وصلوا عشان ما تندسوا في التجريد. يلا
يا حوزة. بالحب انت تخون ابن الانسان ولا؟ يا سيدنا نقربه بالسكين ولا؟ تعال نقربه. خلاص خلوه. ده شيء عجيب. جيت بالسيوف وبأصمت تفتش وحرامي. كل يوم أنا قاعد معكم في بيت الصلاة، ما لما قربتني. ولكن هسه دا وقتكم ووقت السلطة الظلام. أقربوا. عرسوا عديل. والحارسين الكربو قاعدين يشمتوا ليا. داو خلق انا الملك. يا نبي شنو يكون؟ يا سيدنا الملك تقدر تنجينا ولا؟ هاي النادم ده كله مع عيسى. يا مرة انا ما نعرف. انا شفت معايا. امينة خدامينة. تدور تسجد لينا ولا؟ انت كل واحد منهم؟ لا ما منهم. أكيد النار عندما عيسى عشان هو كل من دار الجليل. يلا امشي. هي يا راجل كلامك ده كلام شنو؟ وسيدنا عيسى لفت وحمر بطرس، وبطرس فكر في كلام المسيح قال لي قبال الديك ماي اوي انت تنكرني 3 مرات. يا رب نطلب منك تسامحني عشان انت غفور ورحيم. انت غفر لين جدودنا وكتهم الاب ما تابوا كلامك. انت زين منه لكن ما قتلتم. يا رب انت رحمتهم في شان محبتك وعلى اخطاك السمحة، عشان انت غفور ورحيم. يا تول دربك قل لنا يا تي تروك بطن. أقوفوا نقول لك أقوفوا جيبوك قدام المجلس. امشي
والكبارات الدين لموا عشان يقدموا سؤال لسيدنا عيسى. قول لنا انت المسيح والله. انا قلت لكم ما تصدقوني، ولكن كان سألتك سؤال ما ترد لي. من بعد اليوم ابن الإنسان يقعد بنص الزينة عن الله القادر. أنت ابن الله ولا؟ مثل قلته أنا هو. كلام الكفر يا تو انت ايزي سبحان الله تقول الكلام ده عجيب مره واحده عجيب مره في فكره ده هو المسيح القديم نرجو ده ولا سمينا كلام الكفر ده من قشمه نودو بيت بيلاطوس امركم ايوه ودو هنا يلا امشي. وودوا سيدنا عيسى قدام الحاكم الروماني الأسمى بيلاطس، وهو الكتل في الصليب ألوف من الناس. جوتو هيني تدورو شنو؟ وقت البدري ده الراجل ده جاب برجال في لب الشعب وشتت السوق كان في بيت الله. نحكمه بشنو؟ احكمه؟ انا ما لقيت شيء فصل النحكم فوق الراجل ده. هو مذنب، هو قال للناس ما يكفوا الميري للملك، وهو يقول هو بس المسيح يعني ملك. ملك؟ انت بس ملك اليهود؟ انت بس قلتها. هو برا في دار الجليل وحس جهني في دار الجليل؟ هو ذا من دار الجليل والله. كان كده خليه ردوز يحكم. هو قايد لسه في مدينة القدس والدوبة كان هيرودوس. انت تقول انت يا تو ويا تم تلاميذك ناس بقول سويت اشياء عجيبة سوي لي نشيفة يا سيدي. وقاعد يفرجل كل الناس وهو قال هو ملك. انت مالك؟ يا سيد الملك اضربه. قبلوا لي بيلاطوس عشان هو بس مسؤول هنا. Thank you.
الراجل ده ما سوى شيء اللي نحكم ليها بالإدام. لكن أجلده بس وخلوه يمشي. واجب تطلق لنا نادم واحد في يوم إد الفسحة. أطلق لنا براباس. أيوة براباس. وأقتل النادم ده. أطلق لنا براباس. انت اجلدوك. لا انترجى شنو يا زيلاتو؟ ده المسيح. ما انا قاعد انت وما سوى أي شيء. والناس شددوا بالحين ويصرخوا ويقولوا اقتلوا في السليب. وبيلاتوس خصد ينفذ كلامهم، وخلاص هو مرق ليهم براباس القائد في السجن في شان الفتنة والكتل، وسلم ليهم سيدنا عيسى ليقتلوا في السليب. اسمك يا تو. اسمي سمان من الخروان. تاليني أبطل هبال. انت شيلا اجلا كسو خلو خلوا الدرج. قصوا امشوا. نبكي في شانك يا سيدنا أشرف. أشرف أشرف كيف يا أمين؟ هنا مدينة القدس ما تبكوا لي أنا، لكن أبكوا لنفسكم ولإيالكم. هالشيء سيو وكتبني الإنسان قاعد معكم. كيف أبقى لكم بعد أن نفوت؟ الله يساعدك. نسألك الله. أمشي بيني. يلا أجلا 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 انت ذا. يلا أجلا يلا يلا أجلا. هي يلا انت ذا. أمشي قدام. يلا
يلا. يا أبوي أغفر لهم، ما بعرف شو يسووه. ونجى الآخرين، خليه ينجي نفسه. كن أنت المسيح، نجي نفسك ودلي من الصليب. وصل لنا شيء واحد عجيب. خلاص خطوا سيدنا عيسى في حطب الصليب ام بين هرمين اثنين مثل مكتوب في كتب الانبياء من زمان. شوفوا الخلق، انا الملك ده. داو خلي ما تشيل انت، خلينا نلعب فوق يا جمال. ايوه انا مالي، يلا انا مالي، انا مالي، انا مالي، انا مالي، انا مالي، انا مالي. ايوه تمام، انا مالي، انا مالي. ايوه انت اكلت، انت خاص قدرت شيء بيه؟ شنو وطقوا حتى فوق لراسه ومكتوب فوقه ده هو ملك اليهود. نجي نفسك، كان انت ملك اليهود. انت ما المسيح، نجي نفسك ونجينا. ما تخاف من الله، انت ما قاعد في نفس العذاب.
هو ما سوى شيء فسل. يا عيسى فكر فوقي. وقت تجي فيه ملكوتك. أنا أقول لك اليوم تدخل معي في الجنة. وفي القايلة الوطا بقت ضلمة في كل الأرض مدة 3 ساعات. وستارة القاعدة في بيت الله انشرطت من أصب. يا أبي يا رب يا إلهي سلم ليك روحي. وكبير الحارسين من شاف الشيدة بارك الله وقال سبحان الله، بلا شك الراجل ده صالح. ويوسف هؤود في مجلس الدين وما مخصد بكتلة، وسأل لبيلاطوس جنازة عن سيدنا عيسى ودل من الصليب ودسا في القبر في لب الحجر قبا اليوم الصلاة ما يبدأ. سامينا جينا ورا جنازة هنا سيدنا. دس هم هبل هي، تعالوا نمش يوم السلا قريب يجي. في يوم الأحد الأوين مشوا بفجر في القبر وودوا الريح اللي جهزوها، ولقوا الحجر مدردك من خشم القبر، ودخلوا وما لقوا الجنازة. ما لا تفتش الهيئة بين الميتين، هما قاعدين وبأس خلاص
فكروا في كلام قال لكم في دار الجليل، هو قال واجب ابن الإنسان يسلم للمذنبين ويقتل في الصليب ويبأس في يوم الثالث. أسمو، لقينا الهجر مدردف ودخلنا والجنازة نسينا ما فيها. واحدة ما فيها؟ تاكي كيف؟ هاي ملائكة اتنين بانوا لنا دعوا لنا مثل الحراي وقالوا لنا ما لا تفتش الحي أم بين الميتين صدقونا. صدقوا كلامنا، صدقه كلامنا. شفناهم امشي انت ذاتك القبر يابس وسعتنا ما فيه. يا بطرس صدق كلامنا. وسيدنا عيسى بان لاثنين من تلاميذه وقبلوا فرحانين. صحيح المسيح باز سمعان كله شافه وفي درب أماوس ما عرفنا وقت كسر الخبزه قبل عرفنا في أماوس. ما لا ده شيء عجيب. السلام عليكم. مالكو تخافوا وانتو مالكو تشككوا فوقي؟ شوفوا يديني ورجليني، شوفوا ده انا ذاتي بنفسي المسن لتأكدوا. ظلمة عند لحم وآدم مثل انا عندي، ده الكلام اللي انا قلت لكم وقت انا قاعد معاكم. كل شيء مكتوب فوقي في توراة موسى وفي كتب الأنبياء وفي الزبور هنا داود واجب يتم، وده كلام مكتوب. المسيح واجب يتعب ويموت وفي يوم الثالث يبعث، واجب يبشره باسمه بالتوبة وغفران الله من الذنوب في كل البلاد وتبدو من مدينة القدس. انتو ذاتكم شهود وأنا ننطيكم نعمة ربي قال ينطيكم وتقود في مدينة القدس لحد قدرة الله تنزل فوقه. الله يبارككم ويحفظكم. الله أعطاني السلطة في السماء وفي الأرض، أمشوا وعلموا كل الناس الدنيا وقدسوهم بإسم الله الأب والإبن وروح القدس، وعلموا كل الناس ليتابعوا كل شيء اللي أنا علمت له، وأنا نقعد معاكم دائما لحد الدنيا تكمل. آمين. في كتاب المقدس الله بلغ المسيح يجي ليخلص العالم. حياة عيسى المسيح توصف قدر صحيح هدى بس الأنبياء بلغوا سببه.
نبي إشايا قال البنية تبقى غلبانة وتلدى وليت. 100 سنة بعد دا والودة هنا عيسى تم كل كلام أنبياء. كتاب المقدس قال كي ولاد القدس اللي يلددا ينادو ابن الله، دا يوصف قدر عيسى يكون ابن الله فيرو ما في جسم. شوفوا عيسى في حياته، هو شاف ناس المرضانين، غفر خطيئاتهم، قابلاهم لله، وأنت نفس ضحية في بدلهم ليخلصهم، وبعث من الموت مثل الله أمره. عيسى قال ما في نادم يسل حياتي، لكن أنا نمتي بقردي. حياة عيسى ما تمت بس كلام أنبياء، لكن تم الحق في كتاب المقدس كلام الله. أنبياء كتبوا كلامات القائدة إلى الأبد يا إله الحق. عيسى ذات قال السماء والأرض بفوتوا، لكن كلامي ما بفوت أبدا. عيسى جاء لي ينطينا الحياة الكاملة من إنسان نكل في جنينة أدين. هو أزل يتابي تربة وخلى فرقة أم بين الله ومعه. كتاب المقدس بلغ كل ناس مذنوبين، وأجرها نزنت إلا موت، موت روح يفارق نادم مع الله. مثل الله أنت حمل قد ابن إبراهيم، كذلك هو أرسل عيسى المسيح ليموت بدلنا، حياته موته وبئسينا نظم علاقة بين الله مع كل ناس الآمنوا ليا. عيسى ما قائد يغفر ذنوب هنا ناس بس، لكن يحييهم من شريعة هنا الله، هم عارفين قدر يعيشوا معه إلى الأبد. اليوم عيسى قائد ينطي الحياة والحرية لكل الناس، دما تابين أدين، لكن إيمان في عيسى قال أنا واقف بطولي قدام الباب ونطرق في الباب، كان نادم سمي صوتي وفك الباب أنا ندخل ليا. يعني دا تابين الله وآمنين قدر عيسى قائد في حياتنا، يغفر ذنوبنا ويسوينا نبقى ناس مثله يدورة، ما بيرفتك تغسد في كلامه ولا كي، برحمته وبإيمانك هو يدخل في حياتك. وقت كان نادم جاهز ليتابي عيسى المسيح هو يقدر يكلم ليا بدعاء الحيين. سيدنا عيسى أنا هوجان لك، شكرا عشان أنت مت في صليب عشان ذنوبي، أنا نفك لك باب حياتي ونلاقك مثل سيدي وربي، شكرا أنت غفرت ذنوبي وأنتيتني حياة الأبدية، سويني نبقى نادم الإنت تدورة، بقيت واحد من الناس اللي يتابوك. آمين. أكون أنت جاهز لتفتح قلبك لله، كان كده تقدر تتابي دعاء ده ببشاش بشاش في قلبك. سيدنا عيسى أنا هوجان لك، شكرا عشان أنت مت في صليب عشان ذنوبي، أنا نفك لك باب حياتي ونلاقك مثل سيدي وربي، شكرا أنت غفرت ذنوبي وأنتيتني حياة الأبدية، سويني نبقى نادم الإنت تدورة، بقيت واحد من الناس اللي يتابوك. آمين. عيسى كلم سبب تلاميذه، قنمي يسمو صوتي أنا نعرفهم وهم يتابوني. ليعيشوا حياة كاملة بالمسيح تلاميذه يصلوا دائما، يقروا ويسمو كلامه في كتاب المقدس، ويشهدوا للآخرين، وعندهم ملمة مع المسيحيين الآخرين دائما. لا تنسوا وعده، هو قال كل حكمة في السماء والأرض أنتوني،
وارفوا قدر أنا نكون معاكم دائما كل يوم لحد كمالة الدنيا.